كاد الرئيس فؤاد السنيور الشاهد أمام محكمة رفيق الحرير في لاهاي أن يدمع أكثر من مرة عندما تحدث عن وقائع تسمع للمرة الأولى عن علاقة الحرير بالنظام السوري الذي لم يوفره السنيور من مسؤولية الفساد في لبنان. ميز السنيور بين طريقة تعاطي الرئيس حافظ الأسد وطريقة تعاطي الأسد الإبن مع الحريري، وكشف عن دموع لم يتمكن رفيق الحريري من حبسها بعد عودته من لقاء مع بشار الأسد العام 2003. في مرة من المرات كنت في زيارته في القصر الحكومي وأنا أودعه على الباب، ذكر لي هذا الأمر وأطرق باكيا على كتفي للدلالة على مدى الإحساس بالضيم وبالإهانة التي تعرض لها، بأنه قال لي أنا لن أنسى في حياتي الإهانة التي وجهها لي الرئيس بشار الأسد وبحضور 3 من الضباط. وكنت أتفهم عدم رغبته في أن يذكر تلك العبارات بالنص، ولكنه قال أنه بهدلني وشتمني وهاني. أما عن اللقاء الثاني مع بشار الأسد في أب 2004 قبيل التمديد للرئيس أمين لحود، فقال السنيورة: كما سمعت بعد ذلك أنه كان اجتماع على الواقف وقال له يجب أن تسير بالتمديد وإلا سأكسر لبنان على رأسي. ويكشف السنيور أن الحريري أبلغه أن بعض المسؤولين في الجهاز الأمني السوري حاولوا لملمة الموضوع وأجروا به أكثر من اتصال ووعدوه بإيميل لحود جديد. له آنذاك سنضغط على لحود حتى إذا أردت أنه نمنع لحود من أنه ينزل يسبح بالبركة سنمنعه من أنه ينزل يسبح بالبركة. What does that mean? سؤال: وما الذي يعني ذلك السباحة في البركة؟ أهم هواية لدى الرئيس لحود، فبالتالي كان ذلك الوعد من النظام الأمني السوري للرئيس لحود بأنه حتى ولو أردت أننا نمنعه من أن ينزل للسباحة فسنمنعه من النزال في السباحة. الحقيقة النموذج بالفعل لم يكن صادقا، لأنه استعملت العصا ولم تؤتي الجزرة أكلها. سأل الإدعاء السنيور من كان يقصد الحريري عندما قال لن يتجرأ على قتلي، فأجاب: هؤلاء المسؤولين عن هذا النظام الأمني ربما يكونون هم وراء هذا الموضوع. أصر قضاة المحكمة والإدعاء أن يكشف السنيور أسماء من اتهمهم بالعمل ضد الحريري وعرقلة مشروعه، فاكتفى بالقول: كل من كان يدور في فلك النظام السوري كان يستأجر لهذه المهمة، وتكفي العودة إلى الصحف لمعرفتهم، ومنهم على سبيل المثال إيميل لحود الذي لو لم يكن مدعوما من النظام لما تمكن من القيام بما قام به، وناصر قنديل الذي فرضه النظام نائبا في بيروت مستبدلا غازي يوسف به. وأكد السنيور أن الطريقة المسفة في التعاطي اعتمدها النظام السوري مع أكثر من مسؤول لبناني للتهويل عليه حتى ينصاع إلى أوامره.